شايفه ولا الحكي مش واضح؟ طيب هلا بحاول اكبره شوي. طيب نطلع هون كم اكسس عندي هون؟ 3 اكسس. شوف ما افخم طريقه الذكاء في تقديم المعلومات. Very concise, very compact, very well illustrated. عدا عن الكلر، مش بس الكلر، مش شغلي انا طبعا هذا. مش عندي هون 3 اكسس، عندي current، عندي volts، وعندنا frequency. بنقارن device لديفايس. مين اكثر device هون؟ لاحظوا هلا اذا تطلع هون الديفايس عندي عم تعطيني اعلى currents. قديش بنوصل هون؟ 2.2 كيلو امبيرز، 2200 امبير. نوصل في المنطقة هاي للثايرستر أو الثايرستر فاميلي إذا عندي أكثر من عندنا هون. بالنسبة للكرنت وصلنا 2.2 كيلو أمبيرز، لكن عندنا وين الحد؟ بالفريكونسي. عندنا الفريكونسي هون وصلنا 100 هرتز، لكن هون عمالنا نوصل 1 ميجا هرتز أو مور. إيش الديفايس اللي أعطته الهاي سبيدز الموصلة من هون؟ أقل منها بيجي الأي جي بي تي. الأي جي بي تي هو دمج لإيش؟ إيش دمجنا بالأي جي بي تي؟ البايبولر جنكشن ترانزستور مع الفت ديفايسز. بالفت تكنولوجي استعملنا الفت الفيلد افكت تكنولوجي حتى نعمل سويتشنج اون واوف، واستعملنا البي جي تي البايبولر جنكشن ترانزستور حتى يعطيني الهاي باور ريتنج اللي موجوده. ولذلك الهاي الباور ريتنج هون عندي عم بعطيني فولتج اعلى وعم بعطيني كرنت اعلى. بس مين اللي قاعد سويتشنج سبيد؟ عم بعطيني اياها الموسفت. بس الموسفت محدود بالفولت بالكرنت، محدود بالفولتج. اللي اجى فتره اعلى منه الفيت طبعا موسفيت ميتال اوكسايد سيمي كوندكتر فيلد افكت ترانزستور. ايش ميزه الفيلد افكت ديفايسز بشكل عام؟ انهم فولتج كنترول مش كرنت كنترول. البي جي تي كرنت كنترول. هون طبعا الكنترول هون اسهل شيء، اسهل شيء بالثايرستر. هلا في ديفايس طلعوها اسمها الجيت تيرن اون والجيت تيرن اوف ديفايس. استطعت اني امسك الثايرستر وانا اعمل تيرنينج اوف للثايرستر باستعمال الجيت، اللي احنا حكينا انه مش ممكن. مش ممكن بالثايرستر العادي او الاس سي ار اني اعمله سويتشنج اوف عن طريق الجيت. في ديفايس ممكن اعملها اسمها الجيت تيرن اون، الجيت تيرن اوف عفوا. فهاي بتعمل تيرنينج اوف للديفايس عن طريق الجيت، لكنها محدوده شوي بالنسبه للكرنت ومحدوده بالنسبه للفولتج. هون عندي 7 كيلو فولت اند مور ممكن. فواضح انه بالهاي باور ابلكيشنز ايش بدنا نحاول نستخدم؟ ثايرستر. بس ايش الثمن اللي بدي ادفعه؟ سويتشنج اوف مش سهل، تيرن اوف مش سهل بالثايرستر. بدي اطلع سيركتس معينه خاصه حتى اقدر اني اتحكم. اذا بدي هاي فريكونسيز ايش بستخدم؟ واضح انه الموسفت هو المناسب للهاي فريكونسيز، بس بالباور محدوده تبعته ان بتوين الاي جي بي تيز. ولذلك كثير من التطبيقات اذا بتروحوا على درايف سيستمز فيربل فريكونسي درايف سيستمز بتستخدم في التطبيقات المتوسطه، يعني مصاعد كرينز حتى لحد ما قطارات، لسه انا بنستخدم الاي جي بي تي لانه الاي جي بي تي بيسهل علي انه بقدر اعمل له تيرنينج اوف عن طريق الجيت تبعته. هذه طبعا رح تكون جيت مش بيس. بالفيري هاي باور ابلكيشنز، يعني اذا عندي دي سي ترانزميشن اللي حكينا عنها وعندي هاي فولتجز، هاي فولتجز طلع هون 6 كي في 7 كي في اند مور. اذا عندي دي سي ترانزميشن بدي انقل الباور كدي سي على هاي فولتجز بستخدم ثايرسترز واس سي ارز. الهاي فريكونسي ابلكيشنز بيستخدموا الموسفت. فهاي يعني فيري فيري نايس برزنتيشن للمقارنه بين الديفايسز.